يصب التحويل مناسبة وطنية كيوم جلوس لمناسبة اجتماعية تفاعلية. كانت تجربة ناجحة. مشاعر السعادة ليست عندما تتعلق الصور على الجدران أو تنشر التهاني في الصحف. مشاعر السعادة الحقيقية هي عندما نضع ابتسامة رضا على وجه الأم، وعندما نغرس الاطمئنان في نفس طفل يتيم، وعندما يشعر موظف بسيط بالتقدير مع كل المجتمع بسبب عمله وخدمته. أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن نغرس السعادة في نفوس الناس.